انك انت اخوي الاكبر مني، ما ادري ليش مو متزوج يا اخوي. تدري الزواج انا الحين زوجتي هذه عودتها بالحركات تسمع كلامي كذي. السلام عليكم. لا كذي يعني ابي مشموس دياي. اوف بالحركات. بالحركات كذي. اوه لا هذا بالمدرج هني يعني انا ابي اسمك ان شاء الله كذي. يعني نبي ميوزك. لا كذي تجيب لي تشيز كيك. حركات بالاشاره. بالاشاره تفهمني. طيب ما تتكلم. ما تتكلم. كلمات ما عليك. ما علي كل اسوي حركات بس. شنو اتمنى ان الله يرزقك واحده مثل زوجتي يا رب. يا ليه طيبه وحبوبه. ها كاي هلا بالغاليه. مرحبا احمد شلونك؟ هلا والله. هلا والله مرت اخوي. ها احاكيك. انا رايحه بيت رفيجتي. ليش تروحين لها يعني؟ ليش المشكله في شيء؟ لا لا ما في شيء بس انت امس رايحه واليوم تروحين يصير مرتين تروح ورا بعض؟ وش فيها يعني لو رحت لها كل يوم؟ في مشكله في شيء؟ لا ما في مشكله على راحتك. اسمعني الهدوم بالغساله تطلعهم وتشرهم وتوديهم الكواي. ايه ان شاء الله. حاضر. بعدين تغسل الصحون كلها على الطاوله. حاضر. بعدها بس الصاله البارح منظفها يصير واحد ينظف الصاله امس واليوم؟ ها ايه تنظفها كل يوم شو المشكله؟ ايه ان شاء الله. لا تطولين تكفى. ما اسمع. لا لا ان شاء الله. وبكرامتك انت وبكرامتي انا وكرامه كل العائله يعني شنو هذا؟ وين؟ واشوفك صاير شعرك ابيض وتعبان ووجهك لا منور ولا شيء وصار لك شهر ونص عن امك وابوك واهلك. اثري شقار هني تغسل الصحون وتغسل السيارات. اقسم بالله العظيم مو ذنبنا والله مو ذنبنا. شنو مضيعة بلنتي؟ دولة ها بالطبع مش آخر دولة بعدين. إيه لأن إحنا كلتي ما نطعم ما نطبع نطبع ما نتحجم نتحجم كله ما بس أنا أتكلم عن نفسي شخصي إسرائيل ما أطبع معاها لو أتم آخر مسلم على وجه الأرض. كفو كفو آخر شنو عفوا انفصل الصوت. لو أتم آخر مسلم. أي مسلم؟ أنا مسلم. 8 مليار مسلم بالعالم أنت أرخص مسلم. أنت دشيت الإسلام بغلطة كذي. بوابة الإسلام مفتوحة زرقت بها. دور مطعم ما شنو دشيت. يا حبيبي محسوب علينا بس عدد. مسلم بالفطرة. لا أي فطرة. قضية فلسطين يعني. اتركهم اتركهم كافي معاناة اتركهم مساكين. فكم من شرك. قسم غصبا عليك شوه سمعتي كثر ما تقدر. هاي سمعة. انت يا حبيبي مره واحده صليت سلمت يسار صار هذا واحد نصاب عاد لما طبع مع اسرائيل نتنياهو كل ابيب كذي شو سوي البلا مو راضي يحترف فيه بايدن تكفى يا ابو خلف خلصنا مع كل المسلمين بس البلام مو راضي خل عنان يضغط عليه عنان ارخص منه ابن الحلال ساعه ساعه فرق توقيت هذا بالعالم كله مو في فرق توقيت احنا السعوديه توقيتها نفس امريكا لا لا الامارات توقيتها نفس الكويت لا ليش غسيل اموال هلا ليش زياده ساعه هني امريكا والله يقول لك هني ليل امريكا نهار كله غسيل اموال اذا يمشونها على عليك وعلى كم تافه انا ما تنفع منو تافه منو يروح تعرف علم يعني انت ولا دارس يعني قاعد ما شاء الله تفصل العلم انفجر بجامتك ان شاء الله يقول تنفجر بجامتك ان
حياتك الله يا كلب وراسك غالي. يقول تنفجر بجامتك. يقول تنفجر بجامتك. ما قال شيء، ما قال شيء. شباب خلص، شباب خلص، شباب خلص 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 خلص. كنت داقين علي فيديو كاري معاكم. قولوا له يطلع الورد. يبا الورد 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 الاماكن تاني. يابا انا بروح اكلمه، تسمحوا لي اني بعينكم اروح اخربها معاها. اي نعم، ايش قال هذه؟ ما ينفع معاهم الا واحد مثلك قليل ادب. اكلمه.